أصناف منوعة وأكلات صحية للفطور والسحور، أطباق جديدة من أشهر الأطباق العربية والغربية وبنكهة أردنية، يقدمها الشيف علي فريدخ في برنامج صحتين وعافية الآن. يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا بحلقة جديدة من برنامجنا صحتين وعافية اللي بنطل عليه دائما كل يوم من شاشتنا، شاشة التلفزيون الأردني، الساعة 1 للساعة 2. ويوم الجمعة لا تنسوا دائما عندنا حلقة استثنائية الساعة 1:30، وكل يوم الإعادة الساعة 10. خلينا نجاوب على سؤال امبارح للي عشان نعلن نهاية الحلقة أسماء الفائزين. سؤالنا كان امبارح شو الطبق اللي أنا عملته، كان الطبق الرئيسي، هل هو كان صينية ثمار البحر أو صينية الدجاج أو صينية اللحمة؟ أكيد كان معنا صينية ثمار البحر. ألف مبروك للي فازوا معنا، ورح نعلن الأسامي بنهاية الحلقة. وبدنا نشكر أكيد دائما، ما بدنا ننساهم طبعا، بدنا نشكر دائما رعاتنا اللي بقدمونا الهدايا اليومية. بدنا نشكر طبعا أكيد بدنا زبتر اللي بقدمنا كل يوم آنية 2 لتر أو كاسرولا والطناجر. بدنا نشكر أكيد يونيفرسال اللي بقدمنا كل يوم غاز. وبدنا نشكر أكيد استيتية اللي بقدمنا طقم طاولات. واليوم أكيد راح يكون معنا اللي بنشكره كمان دائما، أم ألبان المها اللي راح نعمل اليوم من طبق من أوصف وصفتنا اليوم. فاصل وراجعين لكم. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين تنعمل اليوم أول وصفاتنا. اليوم راح إن شاء الله يكون معنا دجاج المسلة مع الرز الأبيض. خلينا نشوف المقادير على الشاشة ونرجع لكم. دجاج المسلة مع الرز الأبيض، بدنا صدر دجاج، 4 صدور دجاج طبعا بدون عظم بدون جلد ومقطعات مربع. بدنا نتبلهم أكيد دائما، حكينا نتبلهم قبل بيوم. بدنا نعمل معهم معلقة روزماري كبيرة، وتوم مهروس حبتين، وبابريكا مدخنة معلقة كبيرة، وزيت زيتون 1/4 كوب. بدنا نعمل أكيد على جانب الرز، بدنا الرز حبة طويلة مغسول ومنقوع، بدنا كاستين. بدنا معهم نحط ورق غار طبعا بدون ملح. هلا ليش بدون ملح رح نحكي. وبدنا مع أكيد نعمل نطبخ الرز بزيت النباتي معلقتين كبار. بدنا للمسلة رح ناخذ توم 10 حبات مهروسات، بصل ناعم راس صغير، بدنا زنجبيل طازج أو مفروم عفواً أو بودرة 1/4 كوب إحنا أو تقريباً 200 جرام. بدنا كاتشب حار 1/4 كوب. بدنا بهارات مشكلة طبعاً، هلأ رح نحكي عن البهارات المشكلة، 2 كبار. وبدنا كزبرة خضراء مفرومة ناعم، وبدنا كريمة سائلة 0.5 لتر، ولبن زبادي أكيد لبن المها رح نستعمله اليوم معنا. وبدنا رشة سكر ورشة ملح وزبدة معلقة صغيرة كبيرة. وراح نزين أكيد الرز الأبيض معنا بزعفران مع المية السخنة طبعا. خلينا بس طبعا دجاج المسلة، اللي بسألنا شو دجاج المسلة، هلا المسلة هي أكلة هندية. هلا معنا مسلة يعني معناه خليط، زي ما انتم عارفين الهنود بيحبوا الإشي الحار، التوابل والبهارات. أنا هنا أنا عملت لكم طبعا البهارات اللي حكينا عنها، كزبرة حب وفلفل أسود وقرفة وورق غار وهال، كلهم حمصتهم مع بعض بالقلاي، طلعت منهم الزيت عشان أعمل نفس القلاية فيها، وخليتهم على جنب.
هلا هون بدي اعمل الصوص، او بدنا نعمل، خلينا نبلش بالدجاج عشان لا ناخذ معنا وقت. هون بنحط هلا بسم الله زيت نباتي شوي، طبعا دائما خففوا دائما الزيت، بدنا شوي يا دوب بس عشان بس انه نتاكد انه الدجاج معنا تبلناه وجهزناه زي ما حكينا قبل بيوم. بدي احطه بالطنجره زي ما انتم شايفين، اهم شيء يكون الطنجره تاعتنا حاميه. هلا نرفع درجه الحراره عليه. هلا القلايه الثانيه بدي اعمل فيها الصوص، طبعا دائما خلينا نحكي بسم الله، حط الزبده هون شوي صغيره او زيت نباتي زي ما بدكم. انا حاطط هلا توم، التومه طبعا نفس القلايه انا عملت فيها البهارات، حب زي ما هي، بعدين طحنتهم وخليتهم على جنب عشان هلا نعملهم مع بعض. طبعا بنحرك التومه والبصل. هلا انا طبخت الرز اثناء الفاصل، طبعا عشان تشاركونا اعزائي المشاهدين الارقام عم يعني تطلع معكم اسفل الشاشه، بدكم تسالونا اي شيء احنا جاهزين. ولا تنسوا اليوم راح يكون معنا السؤال الطبق الرئيسي، ايش الطبق اللي انا بعمله؟ هل هو دجاج مسله او دجاج برياني او دجاج مندي؟ اعتقد السؤال كثير سهل، ابعثوا لنا رسائل قصيره على الاس ام اس على 96980 عشان تربحوا معنا. طبعا بس زي ما حكينا لكم بدي احط هنا على الرز الابيض. هلا اذا ما في عندكم زعفران بتقدروا تحطوا كركم مع مي سخنه برضه بصير. ابعدوا دائما عن الصبغه، ما بدنا صبغه. هلا بحط، لقوا انتم احمر واصفر واخضر، هاي كلها صبغات، احنا مش بحاجه للصبغات. يعني خلينا دائما ايش يكون شيء يعني شيء موجود عندنا في البيت ويكون طبيعي. هلا قبل ها دابت معنا التومه والبصل، بدنا نحط الزنجبيل. الزنجبيل اذا ما عندكم فريش او طازج بتقدروا تحطوا اكيد البودره، بس دائما دائما خلينا نستعمل الطازه. معنا اتصال، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، رمضان كريم. والله اكرم. مين معي؟ اسماء خصاونه. اهلا وسهلا اخت اسماء. اهلا فيك. كيف الحال؟ الحمد لله. اهلا. الله يسعدك. تفضلي ست اسماء. الله يعطيك العافيه على الاكلات الزاكيه. الله يعافيك ويطول عمرك، ربي يسعدك. كثير عم نستفيد منك وشكرا كثير لك. استفدت الحمد لله، استفدت منا. طبقتي شيء ست اسماء؟ طبقت كفته الاناضول. ايش طبقتي؟ كفته الاناضول. كيف طلعت؟ ما شاء الله كثير طيبه. طب الحمد لله، اخبار يعني كثير ممتازه. والله الحمد لله. طيب تابعي معنا الوصفات كل يوم اللي بنعملها عشان ان شاء الله طبقوها عندكم في البيت. بالاخير قلنا لكم سهله يعني وخفيفه ويعني مش هالشيء السعر العالي اللي بنعمله. ايوه. طيب شكرا كثير على اتصالك ست اسماء. الله يعافيك. الله يعافيك. هلا بنحط البندوره. طبعا احنا عم بنا بندوره المقشره حطيناها بميه. هلا دائما شوف انت شو بتعمل بالميه، هي مي سخنه بدنا اياها بس دقيقه واحده، تحطوها بالمي السخنه بتطلعوها مباشره في جاط بيكون فيه ثلج وبتقشروها. هسا شف ايش بنقدر نعمل بالقشر، القشر بتقدروا تعملوه ديكور يعني بتنشفوه بالفرن او بتحطوه بالشمس زي ايام زمان امياتنا لما كانوا يعملوا البندوره المجففه كانوا يحطوه على صواني يرشوا عليه ملح ويحطوها وين؟ على المنطقه اللي فيها شمس. احنا نفس الشيء، القشر بتقدر تنشفيه على صواني او بالفرن وتحطيه بالشمس. خلينا هلا هون بس نتاكد طبختنا هون كله مع بعض متحرك كويس. معنا اتصال. الو. الو. معلش بدي احكي مع الشيف. الشيف بيحكي معك، تفضل. الشيف انا سامعك، انا الشيف انا بحكي معك. بدي اسال البرياني. ماله؟ بدي اسال عن اكله البرياني. ابشر، احنا بدك كيف تتسوى؟ كيف تتسوى؟ اكله هندية انت عارفها؟ الو؟ الو؟ اسمعني طيب، اسمعني على التلفزيون انا راح اجاوبك عليها. شكرا لاتصالك. طبعا هلا بجوز هو فهم البرياني انه عم نطبخ برياني او بده شيء ثاني. هلا احنا سؤالنا ايش الاكل تبعتي؟ دجاج مسله او دجاج برياني او دجاج مندي؟ جاوبنا على السؤال. طبعا هاي هون عم بتطبخ البندوره. بدي احط رب البندوره عفوا او كاتشب، بتقدر تحطه اذا ما في رب بندوره، ما في كاتشب تحط البندوره رب بندوره ما في مشكله. طبعا انا اليوم زي ما انتم شايفين انا طبخت الرز بطنجره زبتر. طبعا كل يوم عندنا فائز من طناجر زبتر، دائما
في عنا جوائز قيمة بدكم إياها، فإن شاء الله يا رب تكون كل فايز معنا. طبعا ديروا بالكم الدجاج، أنا نحرك الدجاج. طبعا أنا هلأ الدجاج نفسه بدي أحطه بس بالفرن تقريبا 10 دقائق أو أقل، عشان بس أتأكد أنه استوى معي. هاي حركته كويس. طبعا ريحة الروزماري والثومة والبهارات اللي فيه كثير طيبة. خلينا بس نتأكد البندورة تقديروا باكل لما تحركوا عملية التحريك. ما تنسوا تشاركوا معنا على أرقام على SMS عم بيطلع معنا على الشاشة 96980 لتفوزوا معنا إن شاء الله بجوائز قيمة. طبعا إحنا هاليوم رح نستعمل اللبن زبادي، وعندي كريمة رح أحط. هلأ إذا ما في عندكم لبن، عفوا إذا ما في عندكم كريمة بإمكانكم تحطوا اللبن. هلأ الكريمة بتنحط هي عشان بس عشان تكسر طعم الحار اللي فيها. إذا ما بدكم كمان حار، عندكم أطفال صغار ما بدكم تحطوا حار، ما تحطوا حار. هلأ البهارات إنها شوية هي حامية حارة يعني. هلأ أنا هون بدي أحط البهارات اللي طحنتها، يعني طبعا الزيت اللي فيها اللي طلع، نفس القلاي، نفس البهارات بخليها دائما، يعني كل شيء بنفس الشيء بدي اطبخ فيه. معنا اتصال. الو الو الو، رمضان كريم، سامعينك، تفضلي. مين معي؟ ضحى. ضحى، اهلا وسهلا اخ ضحى، تفضلي سامعك. تحبي تسال عن شيء؟ كيفك؟ اه والله. تفضلي ستنا. من امبارح قاعد ببعث رساله للسي ام اس على عشان اجاوب، ما قاعد بوصل، يعني لم يتم ارسال رساله. بدك تتاكدي بلكي ما في عندك رصيد او في غلط معي بالرقم. معي. طيب ان شاء الله هلا احنا بنوصل المسج تبعك للاداره اذا في. وضلك ابعتي، حاولي لا توقفي، حاولي ابعتي جاوبي وجاوبي اليوم كمان. والله بدي لما يتم ارسال الرساله ان شاء الله يا رب تفوزي معنا. وهيني هسه بعثت عشان لم يتم ارسال الرساله. هلا عفوا، طب خلينا بس انا بسمع الصوت. حتى بعثت وأصلا لم يتم ارسال الرساله. طيب ابعثي لنا رساله ضحى، شكرا كثير لاتصالك. طبعا انا هلا بدي اطحن البندوره، بدي اطفي النار، ديروا بالكم. بدي بس اطحنها، بس بدك ديروا بالكم حطيت الطنجره او القلايه على شيء دائما عشان ما تحرق الطاوله اللي عندكم. بسم الله. طبعا انا طحنتها هلا، مش يعني اذا بتحبوها ناعمه كثير خلوها ناعمه، اذا بدكم اياها نص نص بتقدروا بدكم تعملوه، الا بدكم اياها ما تطحنوها بتقدروا بنفس الشيء. هلا كل واحد على هو ذوقه، بس هي يفضل انها تنطحن دائما. هلا خلينا بس نتاكد من الدجاج، ريحه الدجاج كثير طيبه. طبعا انا هلا بس بدي احط الدجاج بالقلايه او بالطنجر او بصينيه واحطه زي ما حكيت لكم بالفرن. خلينا بس احطها صينيه عشان تدخلها الفرن. نطفي الغاز دائما زي ما حكينا لا تنسوه. هلا بدنا نديره الصينيه. هلا نفس القلايه انا بكبها، بدي اخليها بدي احطها بالفرن تقريبا خلينا نحكي 10 دقائق 200 درجة حرارة، نحطها 200 10 دقائق وإن شاء الله تكون معنا مستوية. هلا نفس القلاي ما بك زي ما حكيت لكم من دهن وسقيله، بنزل عليها الصوص البندورة اللي عملته. بعدين ديروا بالكم عم بتصير تفقع، فابعدوا دائما وجهكم، خلي وجهكم لورا. بدي أحط هلا اللبن زي ما حكينا، خضوا اللبن، لبن المها. طبعا حط لبن زبادي، إذا ما في لبن زبادي بإمكانكم تحطوا لبن عادي. انا بعطيكم الاساس تبعها للاكله وبعدين انتم اعملوا اللي بدكم اياه. هلا بدنا نحط الكريمه، طبعا زي ما انتم شايفين راح تصير بيضه معنا هي. طبعا زي ما انتم شايفين ها، خليها تتسبك مع بعض او تتطبخ مع بعض. بدي احط كزبره، حكينا اخر شيء دائما الكزبره، خلي الكزبره على طبخه. معنا اتصال.
الو اسماء. الو مرحبا. مرحبتين. يعطيك العافيه. الله يعافيك يطول عمرك. رمضان كريم. ربنا اكرم الله يسعدك. بدي اشكركم على الطبخات الحلوه هاي، وبدي اسالك اذا يعني في مجال انك تنقل لنا تتبيل كل السمك المشوي. التتبيل لا لايش عفوا؟ للسمك المشوي بالفرن. انا يوم الجمعه ان شاء الله عامل سمك مشوي يعني طريقه جديده، تابعينا عشان تشوفيها باذن الله يوم الجمعه. يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا كثير على اتصالك. طبعا طبعا هون مشاهدينا تغطيها الاكله. بدنا نسكب الرز عشان نطلع فاصل وبعدين نرجع نشوف الدجاج. طلعوا هون الرز صار هلا راح يصير الوان شكله هون. خلينا نسكبه. طبعا احنا زي ما انتم شايفين احنا طبخنا الرز اليوم بطنجره زبتر. طبعا اكيد ها عشان ما نشوف الرز انحرق. ما في كله ما شاء الله حركوه. اهم شيء انكم تحركوا مع بعض الرز علشان تطلعوا شوفوا الالوان. هلا اذا بدكم لون احمر مش ضروري الصبغه، شو بدنا نقدر شف نعمل؟ في الشمندر، الشمندر هلا موجود بالسوق. حبه الشمندر تقشروها تسلقوها بتاخذوا منها ميتها، دائما خلوها في الثلاجه او فرزوها بمكعبات الثلج. بدكم اياها دائما تاخذوا يصير مكعب منها لما تفرز بصير تستعملوه مع الرز. خلينا نسكب هون الرز طبجاتنا. طبعا احنا حاطين ورق غار، هلا بامكانكم تشيلوه او تخلوه، بس يفضل دائما انه ايش؟ نشيله ما بدنا اياه. نكون شوي خلينا نكون سريعين شوي. طبعا مخرجنا من اليوم راح ياكل الاطباق اليوم طاقم كله. طيب ديروا بالكم بس حار. راينا الرز اهم شيء نمسكه مع بعض. خلينا شوي هسه بدناش نعبي الجاط عشان ما ينكب الرز. هلا هينا هون بدي ازينه بشويه كزبره، يعني دائما اي شيء بدي تحطوه زينه منه هو. هينا جاهزنا الرز هون، خلينا نحطه هون. هلا الدجاج تقريبا بده 7 دقائق ضايل له عبين ما يتطبخ الصوص او المرقه اللي عم نعملها. طلع لكم فاصل حنرجع لكم نعمل طبق السلطه تنشوف الدجاج كيف طلع معنا. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد فاصل نحكي على تكمله الطبق تبعنا ونحكي على سلطه اليوم. بس بحب اذكركم بسؤال اليوم كان، ما هو الطبق الرئيسي اللي انا عملته؟ هل هو دجاج المسله الهندي او دجاج البرياني او دجاج المندي؟ طبعا هلا بدنا نطلع الدجاج. طبعا اكيد الارقام اللي عم تطلع معكم اسفل الشاشه، اس ام اس رسائل قصيره على 96 980 لتفوزوا معنا ان شاء الله. خلينا بس نطلع الدجاج من الفرن ونتاكد انه مستوي. طبعا انا درجه الحراره حكيت لكم 200، بس عشان نتاكد انه مستوي معنا الدجاج بسكينه قطعه صغيره خلينا نجربها نشوف. اها زي ما شايفين هاي الدجاج معنا مستوي، هاي كمان واحده ثانيه هاي الدجاج معنا مستوي. هيك تاكدنا مستوي، لانه انا دائما بحكي لست البيت اكد الدجاج مستوي، لانه لا سمح الله اخطر شيء الدجاج في البيت. فبدنا نحطه على طبختنا نخليه بس مع بعض يغلي دقيقتين وبعدين نسكبه.
خلينا مخرجنا نشوف طبق السلطه معنا لليوم على الشاشه، وبعدين راح نطبق نحط المقادي نحط الطبخه بالبوله. سلطتنا لليوم ان شاء الله راح تكون معكم سلطه الافوكادو مع البندوره البلحيه او الكرزيه مع خل الابل سمك. بدنا افوكادو حبتين وسط او ثلاثه تكون مستويه، بدنا بندوره بلحيه زي ما حكينا او كرزيه بدها كوبين، بدنا ذره حب 2 كوب، زيتون اسود بدون البذره تاعته ربع كوب، خس مشكل الموجود عندكم احمر اخضر مع جرجير حطيته انا اليوم 2 كوب و4 كوب شرائح من الخس، بدنا جوز عين الجمل ربع كوب عشان نحطه على الوجه، اذا مش موجود ما في مشكله، او بتحطوا صنوبر او بتحطوا فستق حلبي ما في مشكله، بدنا خل البلسمك واذا ما في خل بلسمك ربع كوب بتحطوا خل تفاح الاحمر، زيت زيتون نصف كوب، ملح طعام وفلفل اسود اكيد رشه صغيره. طبعا خلينا بس نوطي على هلا. دائما اللي بيحكوا لي الافوكادو شف هي فواكه ولا خضره؟ الفواكه الافوكادو هي عباره عن نوع فواكه، فواكه لانها غنيه بالدهون يعني الغير مشبعه. هلا دهون غير مشبعه يعني صحيه كثير للي عندهم مرضى قلب، طبعا عشان لا سمح الله كمان للناس اللي ما فيهم امراض، انه كمان عشان ما عندهم يصير انسداد بالشرايين، فالافوكادو كثير كثير كويس للشخص العادي. يلا بس خلينا بس نعمل دائما الدريسنج او الصوص، بنحط دائما الخل، طبعا دائما الخل هلا هو خفيف الزيت ثقيل، فبننزل احنا الزيت في المضرب شوي شوي، بنخلطهم بتجانسوا مع بعض زي ما انتم شايفين، ننزل يعني خيط خيط عشان ما يعني ما يفرط معنا الدريسنج، لازم يكون شوي جامد. هينا طبعا ممكن تحطوه بنينة مي فاضيه تخلطوه مع بعض تخضوها ما في مشكله، كمان طريقه يعني طريقه سريعه جدا اذا مستعجلين. بدنا نحط اكيد رشه الفلفل الاسود عليها. معنا اتصال دينا. ملح دينا. دينا راح الاتصال. اذا سمعتنا انا سام. ام سليمان معنا. ام سليمان رمضان كريم. طيب خلينا بس هون زي ما حكينا بدي اورجيكم. طيب خلينا اورجيهم كيف نعمل حبه الافوكادو من النص، خليها بقشرها بس تاكد انها مغسوله من النص زي هيك، بعدين كامل، بعدين بنلفها زي ما انتم شايفين. هاي لفيتها، بدي تديروا بالكم من ايدي السكينه زي هيك، طلعت معي البذره اللي ما بدي اياها. بتقشروها يا بسكينه يا بمعلقه. هلا اذا هي طبعا يابسه مش مستوية الأفوكادو شو بتقدر تعملوا؟ ما تحطوها في الثلاجة لأنها راح تخرب، بتحطوها بالرز الني، تحطوها بتدفنوها بالرز الني عشان تسوي معك. معنا التلفون أم أحمد. ألو. ألو مرحبا شيف. مرحب. كيف حالك؟ الله يسعدك، كيف حالك أنت؟ الله يسعدك يعطيك العافية على الله يعافيك. الله يخليك، يسلم إيديك. طبقتي معنا إشي؟ عملتي إشي معنا؟ لا والله لسه، بس ليش؟ إن شاء الله في نية إن شاء الله. شو النية اللي تعملي معنا إن شاء الله؟ والله بدي أعمل الكفتة اللي عملتها. الكفتة الأضنة؟ كثير. طب لازم تعمليها، لازم تعمليها إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا رب. شف كنت بدي أحكي لك، أنا من يوم من أول الحلقة وأنا أبعت رسائل ما بزبط معي. ما بتزبط، طب حاولي. أنا راح إن شاء الله يعني أنت ثاني اتصال، إحنا راح نحاول نوصل المسج تبعكم للإدارة عندنا إن شاء الله يا رب أمور تمام، بس أنتوا حاولوا إن شاء الله يا رب يوصل يعني المسج. أبعت هسه يعني ابعتي حاولي ستي أبعت. عمرك ما توقفي، دائما إحنا عايشين على أمل، دائما ابعتي. أنا من أول الحلقة والله وأنا ببعت ببعت سادة. ما بردوا علي. هاي الرقم تنسيش الرقم 96 980. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تفوزي معنا. يعطيك العافيه ورمضان كريم. ربنا اكرم، شكرا كثير على اتصالك. زي ما انتم شايفين المعلقه، هلا حبه الافوكادو مش مستويه 100% معي، بس انا ايش بطلعها في المعلقه، بدك تديروا بالكم زي ما انتم شايفين. ها طلعتها في المعلقه، ندير بالنا انه القشره كمان. هلا بيحكوا انه القشر مفيد للبشره، انا اكيد بحكي مفيد للبشره. هلا كيف بدنا نحافظ على الافوكادو انه ما يصير اسود؟ انا حطيت على هدول الحبتين اللي قشرتهم حطيت عليهم عصير ليمون، يعني هلا مستعداد يضلوا الليمون عليهم من هون لبكره ما راح يصيروا اسود. فدائما حاولوا انه قشر الليمون او الليمون العصير تحطوه على الافوكادو عشان ما يصير اسود. هلا بدنا نقطع الخس شرائح او مربعات او اللي بدكم اياه. انا جبت خس عربي وخس ايسبرغ والجرجير، واذا في خس احمر بدكم اياه كمان سموه الفريزيه كمان كثير طيب.
طبعا انا هاي هون بدي احط الجرجير، حطيته ببوله ابجاط، بنحطه مع بعض. هسا هون اذا انتم بدكم تسكبوا السلطه مباشره على للضيف او للسفره تاعتكم، تحطوا دريسنج عليه. اذا ما بدكم اياها لتستنى للفطور، ست البيت تستنى للفطور، خليها الدريسنج او الصوص خليه بالثلاجه عند وقت الافطار، لما بدك تحطي الاكل بتتبلي فيها الدريسنج وبتحطيها مع الخس وبتقدميها لعائلتك. هلا بدي احط انا هون زيتون اسود، حطيت الذره. هلا مش ضروري تقيدوا انا شو عم بعمل، يعني انا اللي هي العين اللي بتاكل. انا حطيت البندوره اللي لقيته بالسوق، حطيت بندوره، حطيت ذره، حطيت زيتون اسود. بدكم تحطوا زيتون اخضر بتصيروا تحطوا، ما في مشكله. خليني بس احط الدريسنج هون، دخلت انا مع بعض. هلا طلع هون في شغله انا حبيتها. هلا هي هون في ضل بالبوله دائما او بالجاط في شوي دريسنج، بحطها فيها الافوكادو عشان ايش اقبلها مع بعض. خلينا نجيب الجاط اللي رح نسكب فيه سلطتنا لليوم، وما تنسوا دائما تبعثوا لنا مسجات او رسائل قصيره على الارقام تطلع اسفل الشاشه عشان ان شاء الله تفوزوا معنا. هلا بس خلينا بس نحطها هون بس عشان المشاهدين يشوفوا شو هي اكلتنا. وهي الجاط كمان راح نحطه هون عشان يكون كل واضح. هلا انا خلطت كل المواد مع بعض، هينا هون زي ما حكيت لكم. اذا ما بدكم تخلطوهم قبل بوقت بصير، اذا بتقدموها اخلطوها عادي ما في مشكله. هينا انا شيف دائما بيحكوا لك انت شيف انت بتلبس الكفوف للسلطه، قابل في مثلا السلطه ما بحب المعلقه لانه المعلقه مش بتوصل لكل الجهات في الجاط، فدائما خلي ايديك بالكفوف بكون ممتازه. انا هون هي زي ما حكيت لكم اللي ضل معي هون من البلسمك والزيت الزيتون حطيته عليها. طبعا هذا الصحن الجاط السلطه بكفي لكل خلينا نحكي 6 اشخاص، لانه انا عامل 3 حبات بيطلع لكل واحد نص حبة. هينا هون كمان نفسها، خلينا نحطها هون ونحط كمان أو خليها يلا ونحطها كمان هاي هون معنا. يلا بس خلصنا جاطنا. طبعا زي ما حكينا دائما نظف ورانا علشان ما نسمع حكي من حدا. هينا شايفين ها هون هاي جاط السلطة تبعنا صار جاهز. وخلينا نسكب بس الجاج بجنن الريحة كثير طيبة. خلينا نسكبها بالجاط، هنطفي الغاز أولا. الريحة كثير طيبة، ريحة الحار مع الكريمة. هلا الزبدة أنا طبعا شافوني حطيت زبدة، الزبدة بتعطي لمعة للأكلة. يعني أنا لو حطيت زبدة معلقة واحدة وحركتوها هي بتعطي بس لمعة، عبارة عن لمعة ما فيهاش إشي، وبتعطي طعم طيب. هلا هيك صارت فيها لمعة الطبخة، فبإمكانكم عادي إذا ما بدكم تحطوها ما بصير، بس أنا دائما بقول لك شيف ليش الزبدة بحطوا آخر شيء؟ هي عشان اللمعة. خلينا نسكب طبقنا لليوم. بدك تديروا بالكم حكينا دائما ابعدوا وجوهكم. هي الدجاج، قطع الدجاج. هلا في ناس عم بيسألونا إنه هل بصير الشيف تحط الدجاج بعظمه؟ طبعا أنتم بدكم أكل سهلة وما بدكم انتو يعني تقضوها وقت وانتو عم بتمرمشوا بالجاجة او بتقيموا بالعظم. هلا دائما صدر الدجاج اعملوه للاكلة هاي، ودائما افخاذ الدجاج خليوها للمقلوبة، للملوخية، للي بتحبوه انتو لأهل بيتكم. زي ما انتو شايفين يلا هينا خلصنا طبختنا لليوم. زي ما حكينا دجاج مسلة مع الرز الابيض. خلينا خلصنا. هلا بدنا نحط شوية كزبرة والكريمة، نفس الكريمة نخلي معلقة واحدة عشان ايش؟ نخلي بس هي اللون تبعها. طبعا نسينا الجوز، طبعا نسينا الجوز. ها هي الجوز بنحطه حكينا على السلطة على الوجه. اخر اشي اذا ما في لوز او جوز بتحطوا صنوبر بدكم اياه. هيك طبقنا صار جاهز، دجاج المسلة، قطع الدجاج المربعة، وهيك بكون طبقنا لليوم جاهز. فاصل وراجعين لكم بدنا نعمل طبقنا الحلو اخر شيء.
ورجعنا لكم مشاهدينا بطبقنا الاخير اليوم اللي هو حبات التمر المحشو مع البسكوت الدايجستيف والتوفي صوص. هلا رح نعمله، خلينا بس نشوف المقادير ونرجع نعمل الوصفه مع بعض. المقادير: حبات التمر المحشو مع التوفي، طبعا التوفي هو صوص التوفي زي الكراميل رح نعمله هلا قدامكم. تمر حبه كبيره او متوسطه زي ما بدكم 2 كوب. بدنا بسكوت الدايجستيف مطحون 1 كوب. بدنا طحينيه 3 معالق كبار. بدنا الفول السوداني او زبده الفول السوداني معلقه كبيره. حليب مكثف محلى ربع كوب. سكر ابيض او بني زي ما بدكم كوب واحد. زبده دافيه معلقتين كبار. كريمه سائله للحلويات، انتبهوا دائما للحلويات، شف انه ليش بيطلع معنا من الذاكره في شيء للكريم للطبيخ وشيء للحلويات. بدنا نصف كوب. وبدنا رشة ملح خفيفة. وبدنا آخر شيء نحط على حبات التمر اللوز حب. هلا ممكن تحمصوه مع السكر يصير مكرمل، ممكن تحطوه بدكم فستق حلبي بتحطوا اللي بدكم إياه، طبعا كل واحد حسب رغبته وأهل بيته شو بحب. خلينا بس نذكركم بسؤالنا لليوم، إيش الطبق الرئيسي اللي أنا عملته؟ هل هو كان معنا دجاج المسلة أو دجاج البرياني أو دجاج المندي؟ طبعا أنا هون حطيت القلاية بدي أعمل صوص التوفي. بنحط السكر، بدنا نحرقه يصير لونه بني زي ما حكيت لكم. اذا ما في سكر بني ابيض تحطوا سكر بني ما في مشكله، بتغطيه وديروا بالكم هون. هلا بدنا نجيب الجاط، بدي احط البسكوت طحنته انا مطحنه، او اذا ما في عندكم مطحنه بكيس بمدقه بزبط. بدنا نحط زبده الفستق، خلينا نحط زبده الفستق هون فوقيها. هلا اذا ما بتحبوا زبده الفستق او عنده حدا منها حساسيه بيحط عندنا شوكولاتة نوتيلا ما في مشكلة. طحينية بس علشان الطعم تعطيها طراوة للخليط. معنا اتصال. ألو. وعليكم السلام. ألو. رمضان كريم علينا وعليك يا جود. كيف حالك يا جود؟ الله يعافيك. الحمد لله تمام. كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله. الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله. الحمد لله. أنا بس حبيت شوف أتشكرك على هالبرنامج الحلو وعلى هالطبخات الزاكية. الله يسعدك. هذا بالعكس يعني أنا مبسوط إنه الناس تفاعلهم معنا مبسوطين منا خلال هذا الشهر. يا رب يكون يعني إن شاء الله يعني نال إعجابك ورضاك ويا رب العالمين. أكيد أكيد شيف. الله يخليك يا رب. في عندك استفسار بدك تسألي إشي؟ لا والله بس يعني هيك حبيت أتشكرك وطبخاتك الزاكية. الله يخليك، تسلمي كلك ذوق. شكرا اتصالك. هلا بنحط الزبده، بتديروا بالكم زبده عشان ليش الزبده؟ عشان ما زي ما بيحكوها دائما شف بقول لك الزبده بصير السكر معنا صار جامد او يبس. لا بدنا نحطها احنا. يلا بنحط الكريمه اخر شيء، بتديروا بالكم وجهكم دائما، ابعدوا عن النار. خلينا بس نخلط السكر، حطيناه هاي السكر والزبدة والكريمة. هلا كلياته بدوب مع بعض، بس وطوا النار هلا هيك. هلا بضل معكم الصوص التوفي لاخر النهار، ما راح معكم يعني يصير جامد، راح يضل طري. خلينا احنا نطفي عليه اصلا النار هلا. ما بدنا اياه هلا، صار جاهز. شايفين؟ شايفه مخرجنا مبينه معكم في الكاميرا. هاي زي ممتاز. هلا خلينا نيجي بس لهون، حطينا كل جميع المقادير ما عدا التمر اخر شيء. بس هلا هذا بسكوت دايجستيف، هلا الناس عندهم حساسيه بامكانهم يستعملوا البسكوت اللي بدهم اياه، اكيد ما فيهم اي مشكله. هنا هون طلعوا زي ما شايفين انا خلطت، حطيت الكريمه المحلى وحطيت الطحينيه وزبده الفستق. هلا اذا ما عندكم بتحبوا زبده الفستق زي ما حكينا تحطوا النوتيلا ما في اي مشكله. هاي هون صارت جاهزه، بدنا نحطها. بدي اورجيكم، انا عملت لكم جاهز انا، بس انا بدي اورجيكم كيف تنعمل. هينا بس بدنا نعمل لكم كمان وحده. طبعا ريحه زبده الفستق كثير طيبه. هلا حطينا هاي اللوز شايفين. هلا هون كمان حبه بدي اورجيكم اياها، بتقيموا البذره من النص. عندكم طبعا تمر حبه متوسطه او حبه كبيره بدكم تستعملوه انتم بتستعملوه، اهم شيء قيموا البذره. وفي بيجي تمر بدون بذر، انا حطيت حبه اللوز زي ما انتم شايفين هون. ها كمان حبة نعمل، حطينا الدايجستيف بسكوت وهي حبة اللوز المحمصة، وهي آخر حبة بدي أعملكم إياها. فتحنا الحبة من النص، شلنا البذرة، بعدين بنحط الخليط اللي عملناه
بعدين بنحط حبة اللوز زي ما حكينا، بدكو لوز بدكو فستق حلبي اللي بدكو إياه، يعني كتير سهلة وكتير طيبة للناس. يعني عشان أنا دائما بحب أحكي دائما عن التمر إنه يكون موجود دائما على سفرتنا. طبعا نصيحتنا لليوم التمر دائما على السحور، حاول دائما التمر اللي على السحور، كلوا تمر قد ما فيكوا عشان تاني يوم يمدكوا بالطاقة. يعني التمر مليان شغلات غذاء، مكملات غذائية بتخليكوا تكملوا نهاركم لتاني يوم إن شاء الله كل أريحية. يلا بس خلينا بس نطلع نعمل، أنا عملت عصير اليوم، العصير أنا عملت اليوم. طبعا أنا بفتح الثلاجة بلاقي شو موجود عندي بعمله. عملت لكم اليوم عصير الرمان مع الفراولة، هينا هون معناش كتير وقت بس راح نعلن أسامي الفائزين وطلعكم الطبق اللي أنا عملت لكم إياه اللي هو حبات التمر مع الحشوة البسكوت ومع صوص التوفي اللي دائما بيسألون عنه كيف شف ما يصير معنا جامد. حطينا لكم إياه شفتوا اليوم مع الكريمة السائلة والزبدة أهم إشي، شايفين اللون؟ يعني دائما ست البيت دائما بحكي لها ديري بالك على السفرة، دير بالك على جوزك، أهم إشي على أولادك. خليني أطلع لكم بس الجاط اللي أنا محضرت لكم إياه. يعني زي ما أنتم شايفين تقدروا تقدموه بعد الفطور، تحطوه على جنب أو يعني ياكلوه عندكم ضيوفكم. صحتين وعافية. خلينا نعلن بس على الأسامي الناس اللي فازوا معنا أو الأشخاص اللي فازوا معنا لليوم بسؤال مبارح اللي هو كان صينية ثمار البحر. فائزين معنا خالد غازي نعيم حسن، خالد غازي نعيم حسن ربح معنا من زبتر آنية 5.5 لتر. الحان عمر أسعد الجعفري فازت معنا بغاز يونيفرسال. غازي نايف محمد عطا طقم طاولات من السيتية. راح أعيد الأسامي كمان مرة عشان اللي ما لحق يلحق. خالد غازي نعيم حسن آنية من زبتر 5.5 لتر، الحان عمر أسعد الجعفري غاز يونيفرسال، غازي نايف محمد عطا طقم طاولات من الستية. ألف ألف مبروك للي فازوا معنا وإن شاء الله حظ أوفر للناس التانيين. شاركونا أكيد بسؤالنا اللي سألنا لليوم، إيش الطبق اللي عملته اليوم أنا كان؟ هل هو مسلل دجاج أو مندي أو برياني؟ لا تنسوا على 96-980 لتفوزوا معنا. بهيك إن شاء الله حلقتنا انتهت، لا تنسوا تستنونا بكرة بحلقة جديدة ويا رب ننال إعجابكم. وصحتين وعافية، السلام عليكم.